كلمة من حضرتك تطمن بيها قلبي. ده اللي موجودة فيها. أنا بتكلم في 8 مليون عبوة، يعني لو راحت ل 8 مليون أسرة في المتوسط، الأسرة 4-5، يعني بتكلم في 40 مليون تقريبا، 50% من سكان مصر. أنا بقول بنص ثمنها، يعني هي تتكلف كام؟ 50، هي ب 25، ب 60 هتبقى ب 30. ده معناه ايه؟ معناه ان احنا بقول لسه ما عملناش اجراءات، عشان برضو الموضوع ده حساس قوي ان احنا نتكلم، لان الناس تفهم ان انا بقول ده استعدادا لحاجه. لا، طب مين اللي بيعمل كده؟ الامر ده توجه لمين؟ مين اللي هيعمل كده؟ القوات المسلحه.